هنتكلم مع حضراتكم في الفقرة دي عن تنس الطاولة، واحنا الحقيقة عندنا فيها أبطال وبطلات، وهنتكلم كمان عن التصنيف الدولي للاعبين المصريين، وطبعا قوانين هذه الرياضة وإعداد الأبطال المصريين فيها وإعدادهم للمنافسات العالمية اللي بيشتركوا فيها دايما بصفة مستمرة. كل الموضوعات دي هنتكلم فيها مع ضيفنا اللي منورنا الكابتن هشام نور الدين، مدرب تنس الطاولة، وهو كمان معلق رياضي في البطولات المختلفة لتنس الطاولة. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل استاذ كريم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك كابتن هشام. وايه قصة، انا هبدا من هنا والله، ايه قصة ان انا كل الرياضات اللي فيها كورة انا شاطر فيها؟ يعني اولا السكواش يعني خلينا نقول ولا اروع، مصر من التوب 10 رجال وسيدات، وان لم يكن كمان المراكز الاولى. لا في حاجه يعني دلوقتي برضو تنس الطاوله او البينج بونج، احنا بنتكلم ان احنا لا اكثر من رائعين فيها، وعندنا ابطال كتير جدا، وعندنا ابطال ان شاء الله مشروع برضو بطل اولمبي منهم على سبيل المثال لهنا جوده، وغيرها من الاسماء الكتيره. فانا عايز ابدا من هنا، اشمعنى اللي هي الرياضات اللي فيها كوره وكره مضرب عامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد الأول في البداية بوجودي مع حضراتكم، وخاصة أن يمكن دي التجربة الأولى كإعلام مصري، يعني أنا متواجد في الإعلام القطري، فأنا سعيد جدا بتواجدي معاكم النهاردة. ألعاب المضرب عموما هي ألعاب فردية دايما بيبقى فيها منافسات قوية جدا، منافسات داخلية الأول، أنا بتحدى نفسي الأول قبل ما أكون بلعب في تيم، يعني البداية دايما بتكون عندي كشخصي الأول. فلما بتبدأ تكبر العملية وبتبدأ الموهبة الحقيقة تبدأ تبان ويبدأ الاهتمام بيها بشكل كبير، أكيد لازم بيكون في تفوق، دي رقم واحد. رقم اتنين، أنت قلت حضرتك بالنسبة للإسكواش إحنا مميزين فيها عالميا. طيب إيه السبب إن إحنا مميزين فيها عالميا؟ إحنا احتلينا فيها في البداية مراكز أولى على مستوى العالم، فأصبح عندك القوة الكبيرة جدا في اللعبة، فأي احتكاك هيكون عندك هيكون احتكاك قوي. زي مثلا لو ضربت المثال بالصين النهارده في لعبه تنس الطاوله، هي اللعبه الاولى الشعبيه الاولى على مستوى الصين، عندهم عدد كبير جدا جدا من اللاعبين، عندهم مدارس كتير جدا جدا لتنس الطاوله، الاحتكاك عندهم عالي جدا، عندهم بدل المنتخب اكتر من 3 منتخبات موجودين في كل فئه من الفئات، فبالتالي نسب الاحتكاك اللي موجوده فيها عاليه جدا. واي لعبه فرديه بكل تاكيد بدون احتكاك عمر مستواك ما هيرتفع، ده باختصار شديد جدا بالنسبه لالعاب المضرب او الالعاب الفرديه. في حاله التنس يعني البينج بونج، طب ما احنا يعني متطلبات هذا الامر مش كتيره قوي، مش كبيره قوي، مش بعيده عننا، وخصوصا ان احنا بنتكلم على رياضه معظم يعني الشعب هنقول بيمارسها بشكل حتى في ترفيه، يعني بشكل ترفيهي، مش بالضروره يكونوا لاعبين في انديه بعينها. انا قصدي اقول لحضرتك ايه المانع ان احنا كمان يعني نوطن الرياضه دي عندنا في مصر اكتر مما هي عليه حاليا؟ خليني اقول لحضرتك ان بالفعل احنا الفتره الاخيره الحمد لله رب العالمين اصبح عندنا ابطال عالميين حقيقيين. لعبه تنس الطاوله او عموما تقدر تتكلم عن العاب المضرب عموما، لعبه تنس الطاوله تحديدا بتحتاج اولا لمجهود كبير جدا 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 من البدايه، بتحتاج لفترات طويله قوي علشان تقدر تتمرن وتبدا ترفع الليفل بتاعك، وبعدين تبدا تخش في مراحل الاحتكاك. عشان ادخل في مراحل الاحتكاك لازم ابدا اشارك في بطولات دوليه. طبعا بطولات الدوليه النهارده النظام الجديد بتاع الاتحاد الدولي، نظام النقاط، بقى بيظلم ناس كتير جدا. ازاي انا النهارده تصنيفي الاول عالميا فنيا، انا مصنف اول عالميا فنيا، خلاص مسلم بيه، تفاجئ ان انا مثلا قعدت في البيت لغرض ما اسبوعين، نزلت الثالث، نزلت الرابع، لاني ما شاركتش في بطولات كتير. النظام الجديد بتاع الدبليو تي تي اللي عملته هو انك كل ما تشارك اكتر، كل ما بتحصل على نقاط اكتر، كل الليفل بتاعك ما بيبدا نقاطك وتصنيفك بيبدا يزيد.